اقعد مع نفسي كده، لا مش I'm not مش happy I'm مبسوط. not happy. ورحت قعدت مع أسس من الـ three different sects، يعني البروتستانت والكاثوليك والأباط، وقعدت معاهم وشرحت لهم أنا بعمل إيه. في ناس عارفة وناس مش عارفة، فبقول لهم اللي أنا بعمله ده غلط. أنا بديهم set up معين إن هم to have fun، بس they're abusing the fun. ف it's making me feel very bad. فقالوا لي لا، يعني ما حدش اداني عقد نافع خالص، لا صح ولا غلط. في الاخر انت بتعمل شغلك، الشخص اللي بيجي is abusing it, this is not your problem. ف decided to step down في القصه دي عشان الولاد لما يكبروا ما يبقوش حاسين ان باباهم برضه صاحب نايت لايف وكده وكلب، فعشان تبقى شكلهم وانا ابقى داخليا مستريح. مستريحه.